دور زميلي وكنت ناجح زاده في الايميسيون الحق تاع ربي سايتي قدور باش خليه وحده. العدد الأخير من برنامج استوديو ناف في قناة التاسعة التونسية كان واضح فيه تأثير غياب النجمة المتألقة هيفاء مريزة. الحيوية اللي كانت تصنعها رفقة زميلها في البرنامج قد دور الأرتيستو كانت غايبة تماماً، وما قدرت لا دور صاف ولا هناء الفهري تعوض غياب هيفاء اللي كان عندها حضور قوي في البرنامج، مع العلم أن هيفاء وقدور من العام اللي فات كانوا مشكلين ثنائي بحضور قوي والأنظار دائماً كانت موجهة إليهم. هيفاء التحقت ببرنامج سكر لي البرنامج في قناة قرطاج بلوس وظهرت كما العادة متألقة، والسؤال هل يلتحق بها قدور أيضا، مع العلم أنه لما استقسوا هيفاء على قدور هكذا كان الجواب نتاعها. دور زميلي وناجح زاد في الإيميسيون الحق تاع ربي سايتي قدور باش خليه وحده. وحسب ما حكات هيفاء ماهيش رايحة ترجع البرنامج استوديو ناف، قالت باللي خرجوها منه بسبب بسيط جدا. انا ما خرجتش، ما انسحبتش، تم التخلي عني. تخليوا عليا لاني السبب، لاني شاركت في شيف المشاهير على قناه التاسعة. والملفت في الشيء اللي حكاته هيفاء انه ما كانتش فقط صانعه حيويه برنامج استوديو ناف بحضورها ومشاركتها فقط، بل ايضا كانت مساهمه فيه ماديا. اما فما ايه دعمت البرنامج، فما فلوس من عندي، فما فلوس من عند لي سبونسور،